بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في درس جديد من دروس سمارت بي ال اس 4، درسنا رقم 5 مع اللوجيستيك ريجوليشن، وهذه إضافة جديدة للبرنامج في إصداره الجديد. لو لاحظنا هنا بنلاقي الريجوليشن موديل حاطين له اكزامبل، وتحت منه اللوجيستيك ريجوليشن حاطين له اكزامبل، فأنت ما عليك إلا إنك تضغط انستول هنا فبتلاقي الاكزامبل يجي لك هنا في الورك سبيس بتاعك. فالمثال اللي هم حاطينه تحت اللوجيستيك ريجوليشن اتنين مثال، مثال كاستمر ساتسفاكشن موديل، وكمان موديل على المالتي فاريت داتا اناليسز الخاصه بالكتاب بتاعهم، الكتاب التعليمي. ودي الداتا بتاعت الرضا الوظيفي، ودي الداتا بتاعت المثال اللي في الكتاب. فخلونا نفتح الاولاني، ده المثال بتاع الرضا الوظيفي، وهنا الرابط ده بيوجهك لصفحة الريسورس اللي هي المصادر اللي فيها نبذة مختصرة عن هذا المثال عشان تعرف بس الداتا دي عبارة عن ايه. يعني لو رحنا كده مثلا هنا للصفحة بتاعتهم، هنا دي الصفحة بتاعتهم، بيقول ان الداتا دي عبارة عن قاعدة بيانات للرضا الوظيفي، وتحتوي على كانت سنة 2007، تحتوي على 281 رد ل 12 دولة، لبعض الشركات من 12 دولة. وكان المقياس دوت الهدف من الدراسة انهم يعملوا نيو ميجرمنت، يعني مقياس جديد يقيسوا به الرضا الوظيفي. وكان هذا المقياس يتكون من 15 كونستراكتس، يعني مكون تركيبي، وهذه الكونستراكتس دي تندرج تحتها 52 انديكيتورز او ايتمز اللي هي المؤشرات او الفقرات بتاعت الاستبيان. وطبعا اللي اشتغل على الداتا ديت اشتغل عليها ايضا الدكتور ماركوس ارشتيت سنه 2009، واستخدم نفس الداتابيس دي في حساب الخليط المحدود اللي هو فيكسد بي ال اس. فدي نبذه مختصره عن الداتا. نشوف بقى، نرجع للداتا في نشوف هنا كده، نرجع باك نشوف الداتا، نفتحها. هذه هي الداتا، رو داتا، الداتا الخير عباره عن الاوفر اول ساتسفاكشن سكيل. طبعا ده كان سكيل، يعني الاول لو لاحظت هو كان سكيل، لكن بعد كده حولوه الى باينري 01، راضي عنده رضا وظيفي 1 ولا ما عندوش رضا وظيفي 0. وبعد كده دي المتغيرات اللي هي المؤثره او المفسره او التنبؤيه، هذه هي المتغيرات، دي الداتا رو بتاعتنا. وايضا نقدر نضغط كده نشوف المتوسطات والانحراف والحاجات دي. هنا مثلا الداتا الاوفر اول ساتسفاكشن سكيل كان عباره عن ليكارت سباعي من 1 إلى 7، لاحظتوا اقل حاجه في السكيل 1 واعلى حاجه 7. وطبعا ده المتوسط والوسيط والميسنج فيها قد ايه والانحراف المعياري وكده، الستاندرد ديفيجن في الاخر هنا اهو الانحراف المعياري، اوكي، والالتواء والتفرطح كمان، يعني دي احصاءات وصفيه كامله. بعد كده بعد ما حولوا المتغير ده اللي هو الساتسفاكشن حولوه الى باينري يعني 0 1، ف 0 1 طبعا بيكون السكيل بتاعه خلاص راضي او غير راضي، المينيمم 0 والماكسيمم 1، يعني راضي عنده رضا وظيفي 1 وما عندوش رضا وظيفي 0. فحولوه كده عشان يستخدموا عليه الموديل بتاع الباينري لوجيستيك مع بقيه المتغيرات اللي هي تعتبر مفسره او متنبئه بالرضا الوظيفي. فدي الداتا، ودي الكورليشن ماتريكس اللي هي المتغيرات وارتباطها ببعض كلها، كل المتغيرات وارتباطها ببعض. ودي الرو داتا اللي هي الداتا الخام. زي ما قلت لكم احنا نقدر نحول الداتا دي نعمل لها اكسبورت عشان اقدر ادخلها في اي برنامج تاني. لو انا مثلا عايز احطها كده اهو واسميها، اسميها اي حاجه واحطها على سطح المكتب كده، انا حطيتها بصيغه سي اس في عشان اقدر بعد كده افتحها من خلال اي برنامج تاني، مثلا زي برنامج اللي هو مثلا اس بي اس اس اهو، زي ما انتم شايفين كده فتحت بصيغه ايه، بصيغه سي اس في. اقدر بعد كده افتح الاس بي اس اس عادي جدا واحط الداتا دي فيها. تعالوا نشوف كده مع بعض عشان نعمل الباينري ونقارن بين نتائج الاثنين. هنستدعي الداتا من الملف ونقول اوكي كده، خلاص اهو حط لي الداتا
طبعا بتحتاج ظبط، يعني بتظبطه بقى الديسيمال والحاجات دي، بس المهم ان هو خلاص صدر لك الداتا، بعدين بتظبط بقى الميجرمنت والكلام ده، يعني بتظبط بقى اللي هو الاوردينال والباينري والكلام ده، وبتظبط. المهم بقى ايه، ان انت خلاص كده صدرت الداتا للاس بي اس اس، عشان بعد كده لما تعمل الموديل في الاس بي اس اس برضو تقارن 281 وبتحذف كل اللي تحت ده، يعني يحتاج شوية، يحتاج شوية تنظيف وتظبيط وإعادة تكويد هنا للميجر، كان أوردينال ولا سكيل ولا كده، وبعدين نبقى نعمل نفس اللي هنعمله هنا. طيب نرجع تاني نعود للسمارت بي ال اس. احنا شفنا الداتا كده وشفنا ازاي ان احنا نقدر نصدرها. طيب تعالوا بقى نشوف الموديل، نضغط على الكاستمر ساتسفاكشن موديل اهو، نضغط عليه دبل كليك. هذا هو الموديل، انا عندي هنا المتغير التابع اللي هو overall satisfaction، وهو باينري، صورته الباينري 0 او 1. 0 يعني الرضا عنده مفيش، وواحد اللي هو راضي عنده رضا وظيفي. وهذه هي المتغيرات الايه، المستقله او المفسره او التنبؤيه. وهنعمل الموديل، طبعا راسمين الموديل عادي جدا، رسم عادي خالص، وتحط الاسهم، وده القاطع اللي هو قاطع التحليل الانحدار. وبعد كده من كالكوليت بتفتح هنا، طبعا بيجيك تحت الكالكوليت في الريجريشن العادي اللي احنا عملناه الدرس السابق، وفي دلوقتي اللوجيستيك ريجريشن، فهنختار اللوجيستيك ريجريشن. هتتفتح لي الصفحه دي، بيقول لي انه اللوجيستيك ريجريشن ده موديل بيتنبأ بالفاليو بتاع الباينري ديبندنت فاريبل اللي هو المتغير التابع الثنائي، اللي بيكون يعتمد على واحد او اكثر من المتغيرات المستقله اللي بتكون بصيغه ماتريك او بصيغه باينري. ودي الخيارات بتاعه التحليل، ان التحليل ذو اتجاهين، وان السيجنيفيكان ليفل 5% والماكسيمم اتيوريشن 1000 والكريتيريان 10 اس ماينس 5 الاكيوريت بتاعته. فما تغيرش حاجه هنا وتخليه زي ما هو، وبس مجرد تقول له ستارت كالكوليشن. طبعا عمل التحليل زي ما انتم شايفين كده، وطلع لي النتائج على الموديل الرسمه بتاعتي. من هنا بقدر اتحكم في النتائج بتاعتي، اطلع الكوفيشنت بس فقط، ولا اطلع معايا الكوفيشنت مع البي فاليو بتاعتي. وايضا من هنا اقدر اطلع قيمه الكوكس بتاعت الار سكوير او ماكفيدن ار سكوير او نيجل كاربس ار سكوير، فكل الخيارات دي. وايضا اقدر افتح الريبورت واشوف من هنا اوبن ريبورت، واشوف كل الارقام دي في تيبلز زيها زي الاس بي اس اس. فطبعا لو فتحنا الاس بي اس اس ودخلنا نفس التحليل وعملنا من اناليسيس ريجريشن لوجيستيك باينري لوجيستيك، وحطينا المتغير التابع زي ما هم حاطين، وحطينا المتغيرات هنا بنفس اللي احنا الرصه اللي مرصوصه دي، وعملنا ران، بنشوف زي ما انتم شايفين كده النتائج متطابقه. يعني هنا مثلا فلكسبيليتي البيتا كوفيشنت 70 من 1000، البي فاليو بتاعتها 843، الاكسبوننشال بي لو انا حبيتها هطلعه لكم في الريبورت ده، ده بيطلع يعني العمود ده بيطلع هنا برده في السمارت بس في الريبورت مش على الرسمه، اوكي. وحتى القاطع طالع هنا سالب 20 و4 اللي هو نفسه سالب 20 و4 من 10، فطبعا النتائج متطابقه. ما في يعني باينري لوجيستيك عادي جدا جدا، نفس اللي بيطلع ما في يعني مش بديل. انا بحب اكد على النقطه دي، انه عشان الناس ما تفتكرش انه عشان ده برنامج السمارت هو اصلا يعتبر نمذجه بديله بالبي ال اس، فيفتكروا ان الريجريشن اللي جواه بدائل. لا، الريجريشن اللي جواه اللي اضافوها مؤخرا للاصدار الرابع ريجريشن عاديه جدا، سواء انحدار خطي عادي او الباينر لوجيستيك العادي بتاعنا اللي احنا بنطلعه عادي بالاس بي اس اس. تعالوا نشوف بقى في الريبورت لما نستعرض كده، هيطلع لي بقى اوبشن كتيره. يعني هنا مثلا هيطلع الكوفيشن طالع معاه العمود اللي انا قلت لكم عليه اللي طالع عندي نفسه في الاس بي اس اس. فلو حبينا كده نقرا قيمه مثلا تكون سيجنيفيكانت زي القيمه الثالثه دي اهو، نزللها كده شويه، اوكي. فلو حبينا نقرا مثلا دي اللي هي الاي ساتسفاكشن برزنتيشن، هي سيجنيفيكانت لماذا؟ لانه البي فاليو بتاعتنا 9 من 1000، فهي اقل من 1%.
القيمه الاولى ديت اللي هي الكوفيشنت، احنا عارفين طبعا من العمود الاولاني ده انا شرحت اللوجيستيك ريجوليشن في 30 دقيقه في سلسله قراءه وكتابه النتائج الدرس رقم 19، جبت لكم مصدر انجليزي وترجمته وشرحته بالكامل. فالعمود ده اللي هو الكوفيشنت طبعا يقاس بوحده اللوج اوتس اللي هي اللوغاريتم لنسبه الارجحيه. فلما بنيجي نقرا النتائج دي بنقول ايه؟ بنقول انه يعني لكل زياده for every one unit increase في المقياس ده او السكيل اللي هو البرزنتيشن سوف يزيد 1.138 في اللوج اوتس بتاع الساتسفاكشن سكيل اللي هو 01 هو المتغير التابع. فطبعا نظرا لان الكلام عن اللوج اوتس مش مفهوم، فعشان كده هم بيحبوا قوي في الابحاث وفي البيبرز يعلقوا على العمود الاخير وليس على العمود بتاع الكوفيشنت. فيتقال على الرقم ده انه كل ما زادت معدلات او كل ما زادت الساتسفاكشن برزنتيشن ده بمقدار وحده زادت ارجحيه الحصول على الرضا الوظيفي بمقدار 3.121. فهنا اقدر استعرض كل النتائج ديت بدايه من الموديل مرسوم وبعدين الكوفيشنت وبعدين البروبابيلتيز بتاعه المتغير التابع او الفيت سمري اللي فيها الار والار سكوير والاكايك والبي اي سي وغيرها من النتائج الكثيره اللي سمارت بيقدمها بالمنظر ده استيميشن سمري والموديل داتا واخر حاجه الديسكربتيف. فطبعا كل ده مهم اوكي كويس جميل، لكن اهم حاجه طبعا هو الكوفيشنت الجدول ده هو ده اللي اكتر احنا بنعلق عليه مع البي فاليو بتاعتنا. اتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده، درس اللوجيستيك ريجوليشن اللي بيقدمه البرنامج في اصداره الجديد سمارت بي ال اس 4. شكرا لاستماعكم، حقوق الفكريه محفوظه القناه التعليميه، نلتقي في دروس قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.